عرفوش اكثر من ولكن كان تكون بعض الاتصالات وثبت هكي كذبت نفسها وثبت ان ذلك الخبر كان كاذبا وانه جزء من محاوله لضرب ثقه الناس في هذه الوزاره لان الوزاره هذه المفتاح لانه لو دمرت هذه الوزاره لو معناها فشلت هذه الوزاره في برنامجها التغييري فشل الاصلاح وفشلت المساءله وفشلت المحاسبه وشكون عنده مسحه في فساد المساءله تقدمت الابحاث في ملف الابحاث متقدمه جدا والابحاث هذه تتم تبقى القانون وتتم تبقى الشرعيه والقرار نتاع معناها تحجير السفر مازال سير المفعول واستانفوا كمال الطيف ورفضته دايره معناها الاتهام وتمسكت هل هناك من السياسيين من متبرعين في هذه القضيه يعني؟ لان رئيسها بضروره معناها التمسك به ونقول لكم يا توانسة نحن مع المحاسبه نحن مع تحقيق هدف الثوره نحن مع اولويه مقاومه الفساد في برنامجنا الحكومي ولكن هذه الأولوية لا تكون خارج إطار الشرعية لا تكون خارج إطار القانون لا تكون بالانتقام لا تكون بأن نفتك حقوقنا بيدينا تكون ورطوا في قريبي والذين تورطوا في قتل الشماخي الآن موقوفين في السجن وما تعرفوش هذا ما تعرفوش ما تحكيوش عليه ما تحكيوش عنه أكبر الجلادين أكبر الجلادين في عهد بن علي أكبر الجلادين في عهد بن علي سيد الوزير الإعلام دائما يتجه للنقاط التي يمكن أكبر الجلادين في عهد بن علي مش لازم نسميه مشهور أشهر من نار على العلم والذي كان حرا طليقا قبل ان تتحمل هذه الحكومه مسؤولياتها الان رهين السجن شكون دخل السجن سيد الوزير دخل السجن تقريبا الوقت تقريبا حكومة تقريبا الوقت انتهى تقريبا وقت انتهى كلمه بشكل سريع حول اطلاق سراح سامي الفهري ثم الامر في نفس الوقت لم يتم اطلاق لا سامي الفهري ولا عبد الله عبد الله سامي الفهري تعن بالتعقيب في قرار تعديل الاتهام دائرة الاتهام نقضت جزئيا هذا القرار وأحلته على دائرة الاتهام من جديد ولم تتخذ قرارا في موضوع الإفراج وعليهم ولم نستكملها عموما شكرا لك على هذا الحوار الخاص من مكتبك شكرا لكم.